عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. عبد الرحمن بن ملجم من يكون هذا؟ في ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله ذكر شيئا عجب من عناية بالقرآن، وأنه أخذ القرآن عن معاذ بن جبل، أخذ القرآن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يسكن في مصر، وكتب عمر بن الخطاب لما علمه عنه من عناية بالقرآن، كتب إلى والي مصر عمرو بن العاص، كتب إليه عمر أن يقربه من المسجد، أن يقربه من المسجد ليستفيد الناس من إتقانه للقرآن. ثم في خلافة علي يأتي ويأتمر مع ثلاثة ويجتمعون عند الكعبة عند بيت الله ويتآمرون في اجتماعهم ذلك على القضاء على أضل أهل الأرض أو أضل من على أهل الأرض، وتلخص لهم أن أشد الناس ضلالا على وجه الأرض في ذلك الوقت ثلاثة يحتاجون إلى قتل، وكل هذه المدارسة عند الكعبة عند بيت الله. تلخص لهم أن أضل من على وجه الأرض وأشد ما يكون حاجة إلى أن يقتلوا ثلاثة، من هم؟ علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، صحابة من خيار الصحابة، وأخيرهم علي رضي الله عنه، وفي زمانه كان خير من على وجه الأرض، في زمانه بعد وفاة عثمان وكان خير من على وجه الأرض رضي الله عنه وأرضاه، اعتبروه أضل من على وجه الأرض. قال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي، وأحدهم قال أنا أكفيكم معاوية، والثالث عمرو بن العاص، وتواعدوا أن يتمموا مهمتهم في ساعة واحدة وقت الخروج لصلاة الفجر من يوم السابع عشر من شهر رمضان، من شهر رمضان المبارك. فانظر التآمر في أشرف الأمكنة وتنفيذ المؤامرة في أشرف الأوقات، التآمر في أشرف الأمكنة عند الكعبة وتنفيذ المؤامرة في أشرف الأوقات في شهر رمضان، ورجل أيضا يحفظ القرآن ويعلم القرآن ثم ينطلق. وهذا مثال للفجور والعياذ بالله بالقرآن الكريم. ثم يعمد إلى سيفه ويضعه في السم شهرا كاملا، يضعه في السم شهرا كاملا، ثم يترصد لعلي رضي الله عنه وقد خرج من بيته وقت صلاة الفجر، وكان ينادي رضي الله عنه وأرضاه الصلاة الصلاة، يوقظ الناس، الخليفة رضي الله عنه وأرضاه ينادي الصلاة الصلاة، فضربه على هامته بسيفه فسال الدم على وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وبقي يومين أو ثلاثة ثم توفي على إثر تلك الضربة من عبد الرحمن بن ملجم، من عبد الرحمن ابن ملجم. فهذا عبد الرحمن ابن ملجم هذه حاله مع القرآن، يحفظ القرآن وكان يعلم القرآن، وطلب أن يقرب بيتا من القرآن من المسجد حتى يعلم الناس القرآن. لكن مر معنا في الحديث قريبا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. هذا مثال من أوضح الأمثلة على الغلو في القرآن والفجور بالقرآن. ثم تجد هؤلاء يأتون إلى آيات مثل ما قال علي بن عمر رضي الله عنه، يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين، بل يجعلونها في خيار المؤمنين مثل ما جعلوها في علي رضي الله عنه وخيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.